السلام عليكم. خبر منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قريته وفعلا من المواضيع المقرفة اللي انا قريتها. الخبر بيقول بعد رفض الاسرة الزواج سائق توك توك يقيم علاقة غير شرعية مع العروسة وشقيقتها بالعمرانية. يبقى الموضوع حصل في العمرانية. سائق توك توك اتعرف على احدى الشخصيات، بنت ركبت معاه التوك توك، اتعرف عليها، حاول بكلامه المعسول ان هو يستقطبها، وقد كان بالفعل استقطبها لغاية لما عمل معاها علاقة غير شرعية وحملت منه سفاحا زي ما بيقول. الموضوع ينتهي لغاية كده؟ لا. بعدها بفترة او قبلها بفترة تحديدا البنت اللي عندها 16 سنة دي قال لها انا عاوز اتعرف على اختك الكبيرة علشان اقنعها ان انا اتجوزك. بالفعل البنت اللي عندها 16 سنة اللي نزلت معاه في البركة المعفنة نزلت معاه وعرفته على اختها الاكبر منها. كان بيروح لها البيت، اتعرف عليها وقال لها انا عايز اتجوز اختك اللي عندها 16 سنة. الاسرة كانت رافضة الموضوع ده تماما بحجة ان هو سواق توك توك. علشان كده بدأ يغزل الجريمة اللي احنا بنتكلم عليها. بعد ما اتعرف على اختها الكبيرة وبرضه بكلامه المعسول والضعفها وان مفيش دين ولا في تربية، عفوا في الكلمة، بدأ يقيم معاها علاقة غير شرعية هي كمان. لما محدش يبقى موجود في البيت يدخل البيت لأختها الأكبر منها ويقيم معاها علاقة غير شرعية هي كمان. البنت اللي عندها 16 سنة اللي بطنها كل يوم والتاني بتكبر اللي بلغت أمها بالموضوع كله، في الوقت ده جريت الأم على الشاب ده تكلمه في التليفون اللي أنكر الموضوع تماما، واللي ضرب لها مفاجأة كبيرة جدا كمان ألا وهي إن هو كان بيقيم علاقة غير شرعية مع البنت اللي هي كان عايز يتجوزها اللي هم أصلا رفضوه بسببها، وكمان أختها الأكبر منها. قال الكلام ده كله للأم وهي بتكلمه في التليفون، وقال لها كمان مش أنا سواق توك توك، أنا دلوقتي بقولك أنا ما يشرفنيش إن أنا أتجوز بنتك دي. الأم انهارت مش عارفة تعمل أي حاجة، جريت على طول على رئيس المباحث في العمرانية اللي جاب الشخص ده وبدأ إن هو يعترف له بكل حاجة بعد الضغط عليه. الخبر نازل زي ما قلنا على وسائل التواصل الاجتماعي ومتصدر المشهد على السوشيال ميديا. زي ما قلنا العلاقة الغير شرعية اللي امتدت ما بين البنت اللي عندها 16 سنة وما بين كمان اختها الاكبر منها موضوع مقرف من اوله لاخره. قررت جهات التحقيق حبس المتهم على ذمة التحقيقات واحالته الى المحاكمة الجنائية بتهمة التعدي جنسيا وهتك عرض فتاة لم تبلغ من العمر 16 سنة بغير قوة او تهديد بعد ان اوهمها بوجود علاقة عاطفية فيما بينهما. الشرطة عملت اللي عليها، ولكن هنا السؤال الأهم من الليلة دي كلها، الأهل فين في المواضيع اللي زي كده؟ المفروض البنات دي تحديدا الرقابة بتاعتهم تبقى رقابة من نوع خاص، رقابة وتوعية، علشان تقدري حضرتك تحافظي على بنتك لازم تصاحبيها ولازم تقولك على كل حاجة. البنت اللي أقل من 16 سنة اللي ركبت توك توك وتعرفت على واحد معين اللي كان من السهل جدا ان امها تمنع العلاقة دي من اولها لو البنت كانت قالت لها حاجة معينة، ولكن دخلت في الليلة كلها لغاية لما حملت حمل سفاح من الشخص ده.
اللي حاول زي ما قلنا برضو ان هو يتقدم لها، لكن العيله دي رفضت الشخص ده بحجه ان هو سواق توك توك. ودخلت الليله في اكتر من حاجه بعدها. خطه رسمها للبنت اللي هي اصلا معاه والعلاقه الغير شرعيه موجوده، لغايه لما وصل كمان لاختها وابتدى كمان معاها المنوال ده. لما بنيجي نفكر في الموضوع برمته، مفيش تربيه، مفيش دين، مفيش اساس. اسف. من الناحيه الثانيه تفكير شيطاني انتقامي، مفكرش ان ممكن يبقى عنده اخت او ام او اي حد من قرايبه يبقوا بنات في حاجه زي كده. واحد من الناس انا اتمنى ان هو ياخد اعدام، مع ان الموضوع مفهوش قتل ولا حاجه زي كده، ولكن في قتل للشرف لاسره معينه. وكل واحد حد هيرفضه هيبتدوا يفكروا بالتفكير الشيطاني ده اللي احنا بنتفرج عليه يوم ورا التاني ورا التالت. طيب السبب في حاجه زي كده الاهل اللي رفضوا الزواج، ولا البنت اللي دخلت مع الشخص ده في طيات الرذيله اللي اقل من 16 سنه، ولا اختها اللي كمان بدل ما تساعدها دخلت هي كمان في علاقه غير شرعيه وعلاقه محرمه مع الشخص ده كمان، ولا الشخص ده اللي ضحك على الليله دي كلها واوهم البنتين بكلامه المعسول، ولا تربيته هو كمان اللي كانت دون المستوى، ولا البيئة أصلا كلها اللي محيطة بالناس دي الجاني والمجني عليه، ولا إن مفيش خطابات توعية لينا، خطابات دينية تحديدا سواء في المسجد أو في الكنيسة أو كمان في الجمعيات الأهلية اللي احنا كل يوم والتانية بنتفرج عليهم وبيعملوا كتير مؤتمرات وندوات. ياريت نمسك الليلة من أولها ونمسك طرف الموضوع من أوله علشان نعرف نحله ونعرف السبب في حاجة زي كده في مين. زي ما قلنا الشرطة مسكته وهو دلوقتي جاهز للمحاكمة، وإن شاء الله هياخد حكم يسلك صدورنا زي ما بيقولوا. ولكن الأهم من ده كله أو الدرس اللي احنا عايزين نشوفه في الموضوع ده، هي الليلة دي سببها ايه؟ البعد عن ربنا ده أساسي، التربية، الأهل، بعد الأهل عن ولادهم، ال 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 رأيكم في حاجة زي كده إيه؟ ورأيكم إن الموضوع ده سببه الأساسي أو طرف الخيط بتاعه الأولاني إيه؟ على وعسى وأنا واحد من حضراتكم نعرف الأسباب الرئيسية في المواضيع اللي زي كده، وإن شاء الله الحكم هيبقى عادل في الموضوع ده، وهنستناه لغاية لما الأسرة دي حتى لو غلطانة تاخد برضو حقها من الشخص ده. ده الموضوع اللي كان مسيطر على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة. السلام عليكم.